السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالية. اليوم إن شاء الله بما أنه موسم ديال الحوامض فغادي نقدم لكم طارطة ديال السيترون أو ديال الحامض بطريقة المخبزات الكبرى، كتجي رائعة جدا، كريمية وناجحة مليون في المئة، بطريقة اللي هي سهلة ومبسطة باش تنجح للجميع. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذه الطارطة. العجين فممكن ديروها بالعجين الصابلي او عجين بريزي اي باتر غيزي المكسر. اليوم نقترح عليكم بالعجين ديال الصابلي، اللي نحتاجو فيه 125 غرام ديال المارغرين او الزبده اللي بغيتو، مع 250 غرام من الدقيق الابيض، ما يعادل جوج ديال الكيسان ديال العنبه يكون نوعيه جيده، 70 غرام ديال السكر الثقيل او السكر بودره. وغادي نسمو بكيس من الفانيلا، ممكن نسمو بقشور ديال الحامض. غادي نحتاجو كذلك اصفر بيضه اذا كانت بيضه كبيره، او نستعملو البيضه كامله اذا كانت البيضه يعني صغيره في الحجم ديالها. انا غادي نستعمل من بعد بيضه كامله. القليل من الملح، واللي بغات دير العجين المكسر تلقى الرابط اسفل الفيديو. غادي نديرو اولا الدقيق مع السكر، بالنسبه للسكر تقريبا 4 الملاعق كبيره او 3 على حسب الذوق، والدقيق جوج ديال الكيسان ديال العنبه يعادل 250 غرام، طبعا يكون دقيق نوعيه جيده، كيس من الفانيلا، وغادي نضيفو القليل جدا من الملح ثم الزبده. بالنسبه للمارغرين او الزبده اللي بغيتو نتوما، غادي نقسم العلبه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان على جوج، كتكون بارده مزيان. الاساس او القاعده اللي في العجين ديال الصابلي ديال الطرطات فهو نصف كمية ديال الدقيق كتكون زبدة او مارغرين، ماشي بحال العجين المكسر او لا بغيزي. كنقطعوها القطع كيف قلت لكم تكون باردة مزيان المربعات، ومن بعد نحاولو بصبعان ديالنا، ما غاديش نكسرو العجين، غادي نرملوه يعني نحسو على رملة. العجين المكسر كنحاولو نبقاو قطع ديال الزبدة هكذا مع الدقيق كيبقاو قطع باينين. حنا لا دابا غادي نرملوه مزيان حتى كنحصلوا على عجينه اولا خليط اللي هو مرمل، يعني كتكون فيه الخدمه شويه على العجين المكسر. صافي ملي كيترمل وكنحسوا به كامل ما بقاتش الزبده قطع بهذا الشكل، كنضيفوا الاصفر الا كانت كبيره والابيض. انا غادي نضيف الاصفر وغيبان لي بانها ما غاديش تجمع، يعني خاصها نزيدو الكثير من الحليب، لذا غادي نضيف حتى الابيض ديال البيضه وغادي نستمر كنخلط. غير تجمع فقط، غير نجمعوها غير بهذه الطريقه، ما تتلكش نهائيا باش ما تحصلوش على العجينه اللي هي قاصحه. العجينه ديال الصابلي كتقصح الا تدلكات او لا خدمناها بزاف. غير نجمعوها، انا ضفت واحد القليل يعني واحد الملعقه فقط من الحليب، نقدروا ما نحتاجوش نهائيا ونقدروا نحتاجو اكثر، المهم الاساس انها نحصلوا على عجينه مجموعه مزيان لينه شويه ماشي بزاف، لان مازال غادي تبرد في الثلاجه وغادي تزيد تجمع، وغير نجمعوها فقط كنأكد غير تجمع. صافي غير نحسو بها تجمعات وحصلنا على عجينه رطبه بهذا الشكل. غنوضعوها في الفيلم الغذائي او بلاستيكه غير باش ما تشمناش ريحه ديال الثلاجه وما تنشفش، ونوضعوها في الثلاجه على الاقل ساعتين من الاحسن. بحال هكا بغيتو توجدوا لي تارتوليت او لا دي طارت بحال هكذايا، وجدوا العجينه على تيسا وخليوها تبرد وترتاح مزيان. هذا سر من اسرار باش العجينه ما تجمعش لكم في الفرن، يعني ملي تبغيو نطيبوها. صافي ملي كتبرد مزيان كنجبدوها من قبل على الاقل بواحد نصف ساعه غير باش ما تبقاش بارده بزاف. صافي ونبداو كنطلقوها بين جوج بلاستيكات او لا نستعملو الورق ديال الطبخ اللي بغيتو، غنطلقها شويه ونستعمل ورق الطبخ ونحاولو يعني ان نقادوها تجي مقاده مطلوقه، ما تجيش جهه بليضه وجهه رقيقه، ونحاولو نشكلو دائره والعجينه ما تغلي ما يعني ما تجيناش سميكه شويه، وما تجيش عجينه رقيقه اكثر من الجد باش ما تهرس ليناش من بعد. هاد الكمية اللي درت تقريبا في مول ديال 30 سنتيمتر كيجي هو هذا، كيبقى غير شويه من الاضاءه يعني شايط من الجوانب. كنوضع القليل من الدقيق
باش كنتاكد انها ما تلصقش، رغم ان العجين الصابلي هي كطيب كتهز راسها صافي. وغادي نزولها بهذا الشكل. اذا كان عندكم البلاستيك جمعوها على دلك وعاد طلقوها فوق المول صافي. وكنحاولوا نثبتوها بهذا الشكل هذا، وحنا كنضغطوا على الجوانب باش كتلبس مزيان وتاخد الشكل ديال المول. وحاولوا الجوانب ما يكونوش رقاق بزاف، حاولوا تعمروهم وتزيدوا، يعني يكونوا شوية كنلبسوها بهذه الطريقة. وغنستمر حتى نقدها كاملة، ثم نزول داك العجين الإضافي إما بالسكين أو نستعملو المدلك باش نقطعوه. ديك العجينة شوية اللي كتبقى فما كتضيعش كندير لها صابليات النعمة، تنطيبهم مع العجين ديال لي طاخت أو الطرطة في نفس الوقت صافي. غادي نوضحها بعد ما غادي نتقبها مزيان بالفرشيطة باش ما تنفخش في الفران. ولا بغيتو من بعد ما تبغيو تقلوهم بشي حاجه بحال اللوبيا او لا اللي كان باش ما يتنفخوش، انا غادي نكتفي اننا نتقبهم مزيان وندخلها للمجمد على الاقل واحد نصف ساعه باش نتاكد تماما بان ما تهبطليش نهائيا اثناء الطهي. ونسخن الفرن حتى كيسخن مزيان، وكنقصوا درجه الحراره تقريبا 200 ونخليوها تطيب من التحت، ومن بعد نحمروها من الفوق. مي كتطيب وكتبرد كنوجدو الحشو. بالنسبه للكريمه ديال او لاموس ديال الحامض فغادي نستعملو الحامض على حساب الحجم ديالو، كنرطبوه شويه بهذا الشكل هذا باش كيطلق الماء مزيان ديالو. وحده حكيتها والاخرين خليتهم بلاش. غادي نعصر جوج ونعبر الى عطاني 150 مليلتر تقريبا غادي نتوقف، يعني هادو حبات اللي هما كبارين. وكاين على حسب النوعيه ديال الحامض، كاين الحامض اللي كيعطي الماء بزاف وكاين الحامض اللي كيكون ناشف. وحتى نتوما وعلى حسب الذوق ديالكم واش تبغيوهم يجيكم الطارت ديالكم حامضة، على حساب الناس اذواق، يعني كاين اللي بغيو يحسوا بالحده الحموضيه ديالو وكاين اللي كيبغيوها تكون خفيفه، وانتوما والرغبه ديالكم. هنا تقريبا اكثر من 150 تقريبا واحد 160 مليلتر عطاتني، مع ثلاثه ديال البيضات كاملين، كاس ديال السكر لانه غيهرسنا الحموضه ديال الحامض ما يعادل 150 غرام. غنحتاج كذلك 100 غرام ديال الزبده ومعلقه كبيره عامره مزيان ديال النشا باش يتعقد لنا الخليط. كنوضع العصير ديال الحامض ومبشور ديال الحامضه اللي حكينا من قبل ونوضعوه على النار يدفى. كنديروا البيض، كنوضعوا معاه السكر 150 غرام. غتبان لكم الكميه كثيره فكتجي هي هذيك، ممكن ديروا اكثر الا ما بغيتوش الحداد الحامض لانه هو غير الحموضه. ثم نديروا ملعقه عامره مزيان ديال النشا او جوج ممسوحين، نخلطوا بالطراب اليدوي بهذا الشكل حتى كنحسوا بالنشا والسكر داب معاه وتجانس مزيان. وغير يسخن فقط الحامض نزولوه من النار ونخليوه يغلي، ونبداو كنضيفوه شويه بشويه وحنا مستمرين في التحريك. ما تسوقفوش نهائيا عن التحريك باش نجح معكم هاد لاموس هادي وتجيكم عقده صافي. طيب غادي نستمر وانا كنضيف ونخلط نضيف ونخلط حتى ننتهي، ونردو مباشره في الكسرونه على نار مهيله ودائما مع التحريك حتى كنشوفو كما غادي تشوفوا معايا غلا الخليط مزيان وبدا كيعقد مباشره. غادي نتوقفوا ونحيدوا على النار، ما تتوقفوش من كيما كنقول لكم دائما في الكريمات اللي بحال هكا، الا توقفتوا غير شويه فكتلصق في القعر وتقدر تحرق. غنبقى كنخلط بهذا الشكل، وغادي نضيف الزبده. هنا استعملت انا الزبده ماشي مارغرين، يعني الزبده ديال العبار او المهم من اصل حيواني. وغادي انا بقى كنضيف جزء بجزء وانا كنخلط حتى كدوب مع الخليط مزيان. ومباشره غادي نوضعوها فوق الطاطا ديالنا اللي تحمرت وطابت على خطرها وطابت مزيان. الا كان فرنكم كيطيب بالجد يعني وبسرعه، انا طيبتها في الفران ديال الضو كيطيب على خاطرو، درت 100
200 درجة حتى تحمرت مزيان. الا كان تيطيب بسرعة نقصوا درجة الحرارة باش تطيب على خاطرها وتجيكم مقرمشة وما تجيش يعني خضراء، ما غتعجبكمش حتى في الماكلة ديالها. كأي صابلي خصو يطيب على خاطرو صافي. وكنوزع الكريمة ما حدها سخونة ونحاول نقادها مزيان، يعني نحس بيها دفات واحد شوية، ندخلوها الثلاجة حتى تشد راسها مزيان. كل ما جلست كان الأحسن الأقل واحد 4 سوايع حتى كتشد راسها مزيان مزيان وتجيكم هي هذيك وقات راسها مزيان. نزينوها، ممكن طبعا نخليوها ليلة كاملة في الثلاجة، كل ما جلست كتكون أحسن ونزينوها. بالنسبة للتزيين فهو اختياري، ممكن ديروا خطوط بالشوكولاتة الأسود أو تكتبوا سيترون بالشوكولاتة الأسود من الوسط، أو تديروا اللي بغيتو نتوما. كاين اللي كيديرها بالمورانج، يعني الاساس ديال هاد الطارطه اغلبيه كيديروها بالمورانج، انا ما درتهاش يعني بدون مورانج حيت ماشي الاغلبيه اللي بغيوها. وكاين اللي كيجيهم صعيب في التحضير ديالو. وهنا كانت بقات لي كريمه، درت لها القليل من نكهه الحامض باش جاتني صفراء، شيت عليها شويه ديال اللوز كونكاسي محمر، ودرت قطع من الحامض في الوسط تزيين، يعني كيبقى لكم الحريه ممكن تقدموها كما هي فقط، او ديروا شويه ديال الكوك من الجناب اللي بغيتو. هذا شكلها عن قرب، كتجي عاقده لذيذه بزاف بزاف خصوصا لمحبي الحامض. وكما لاحظتوا سهله في التحضير، كتجي راقيه، كتستحق التجربه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه. شكرا جزيلا على المتابعه وعلى التشجيع، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.